السلام عليكم، معكم جهاد العبرة، مدير مركز معوف للمبادرات والتطوير الاقتصادي في الوسط العربي في الجنوب. أتشرف ويسرني دعوتكم للحضور محاضرات قيمة من خلال الأسبوع العالمي للمبادرات والمبادرات الذي يصادف من 15 إلى 20 من شهر نوفمبر. نقدم لكم في هذا الأسبوع أو يقدم لكم مركز معوف في هذا الأسبوع محاضرات قيمة تتلقون فيها معلومات وأساليب حديثة في عدة مجالات مثل المبيعات، تسويق، وصول إلى عدد زبائن أكثر، توفير في المصروفات، وكذلك في مجال التمويل والبنوك وإدارة سليمة للمصلحة التجارية، وطبعا مجانا بدون أي تكلفة. أنتم جمهور أصحاب المصالح والأعمال في المنطقة مدعوون لحضور هذه المحاضرات لكي تكتسبوا مهارات جديدة من خلال هذا الأسبوع وتعليم وأساليب جديدة. أتمنى رؤيتكم من بين الحضور في هذا الأسبوع. شكرا لكم.